جوي زاد اللاعبين عاد زادوا، لذلك انا اتوقع ان نشاهد كرة قدم ممتعة. حديث اللاعبين يلقوني ما لديكم، قد تكون كرة القدم اللي ننتظرها اليوم. الجزائر تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. لقد كان بالإمكان أفضل مما كان، ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. وتعود الكرة إلى حارس المرمى. أداء حذر جدا من الفريقين، كل فريق خايف من الآخر وخايف أيضا من أخذ المبادرة الهجومية. يتمكن من استعادة الكرة، تمريرة جميلة. هذه رؤية تماس. ساديو ماني، ألابا، ديون، ماني، يمر إلى الخط البينية، كورتيسكا، ركنية جديدة. والخصم بدون ركنيات حتى الآن. الهجوم تحول الآن إلى ارتياد أخرى. الكرة ملعوبة إلى الأمام. ديون، بداية هجمة كانت مباشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت بسبب رعونة لدى المهاجمين. يا كرة بينية، الفريق يولد الأخطاء ويخلق الفرص والمساحات وهو يلعب عليه هذا الفريق. والآن تتغير النتيجة لتصبح 1-0. لمسة بينية. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. ميرتنز ينطلق على الجهة اليمنى، هل ينجح المدافعين في إيقافه؟ غوريتسكا، فرصة هجوم معاكس. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسن في الأمام. مثل هذه الحكم بشير موجود، ولا أعتقد أنه راح يسددها. النتيجة الآن هي هدفان مقابل لا شيء. المباراة أصبحت أسهل بعد تسجيل هدفين، بالتأكيد أنهم سيحاولون فرض المزيد من السيطرة من القوة في هذه المباراة وأيضا البحث عن مزيد من الأهداف. ينتهي الشوط الأول للتعامل مع المباراة بشكل تكتيكي بشكل رائع، طريقة ناجحة وفعالة حتى الآن في أول 45 دقيقة. أعتقد راح يحاول أن يستمر بنفس هذا النهج في الشوط الثاني. الإثارة تتواصل بعودة اللاعبين من استراحات ما بين الشوطين. يلعب لها في المساحة. عرضية من ماني. كرة تمر بسلام على المدافعين. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. كرة طويلة للأمام. كرة طولية مباشرة للأمام. Number 10, Dembele.
يحرز اللاعب على اليمين يستعيدها كازيميرو. روما يمكنهم تنفس السعادة الآن. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب بيني رائعة. هجمة مرتدة الآن. مساحة كبيرة أمامه ويلعب العرضية. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة. لقد كان بالإمكان أفضل من المكان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. تدخل في توقيت حاسم. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام. مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى سرعة، إلى اتخاذ قرار، إلى ذكاء. كرة من جهة اليمين. يسدد الكرة. يلعبها لمنطقة الخطر. الآن إمكانية المرتدة. الكرة إلى الأمام. بداية هجمة كانت مباشرة واعدة، لكن الهجمة في الأخير انهارت.